الفسيولوجي، استاذ دكتور قسم الفسيولوجي ومدير مركز الابحاث الاكلينيكيه كليه الطب جامعه الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا دكتور، كنا عايزين نعرف ايه الجديد السنه دي في كارديو اليكس؟ احنا كل سنه بجد كارديو اليكس بيفاجئنا بحاجات جديده، بحاجات كل حاجه الجديد في علاجات امراض القلب، في الوقايه من امراض القلب. طبعا الجديد كمان وانا مبسوطه له جدا الموضوع بتاع الشباب اللي هم الاطباء او الصيادله، ان هم عندهم تريننج اوبورتونيتيز وسيشنز كتيره وورك شوبس كتيره جدا تو بي تريند ان سيفرال، ان حاجات كتيره جدا وتخصصات مختلفه. برضو ان احنا نعمل نساعد الشباب دي ان هي تلاقي فرص عمل، دي حاجه جميله جدا. برضو السنه دي انا شفتها اللايف سيشنز اللي موجوده اللي هي من حتت كتيره يعني بتتنقل لكارديو اليكس، دي برضو من الحاجات الجميله. البارتيسيبيشن بتاعت الاسوان هارت سنتر وسير مجدي يعقوب في السيشنز هنا، هو برضو دي حاجه من الحاجات الجميله اللي موجوده. شايفه كارديو اليكس ازاي بيساهم في ارتفاع الاداء الطبي للاطباء في مصر؟ خلي بالك كارديو اليكس هو اهم مؤتمر في القلب في اسكندريه، واحنا كلنا كاسكندرانيه فخورين بوجود كارديو اليكس بجد. واستاذ دكتور محمد صبحي يعني ده كان استاذي يعني، ومن الناس اللي انا بعتز بيهم جدا، اللي عمل الكارديو اليكس واللي خلى مؤتمر مهم زي كده يكون في اسكندريه، ان هو يجذب اطباء كتير من جميع انحاء الجمهوريه طبعا ومن جميع انحاء العالم، ان هم يعملوا شيرنج للنوليدج بتاعتهم، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا نتعلم منهم، وان احنا برضو نوريهم ايه اللي احنا وصلنا له هنا في مصر. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور. ميرسي قوي، ربنا يخليك.